السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو او هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير يا ربي في احسن الاحوال. لكن يا اختي اول مره كتشوفي القناه ديالي كنقول لك مرحبا والف الف الف مرحبا بك في القناه ديالي. ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتشعلي الجرس وتفعلي الجرس، وما تنسينيش من لايك او جيم. فيديو اليوم البنات، فيديو جديد ان شاء الله، فيديو اللي بغيت نهضر فيه على واحد التجربه ديالي مع واحد لاكريم، مع واحد الكريمه قلت نشاركها مع البنات، ديال البشره الحساسه. ومن وراها ان شاء الله غادي نحط لكم واحد الماسك خاص بالبشره الحساسه. اذا فيديو اليوم كله كيهضر على البشره الحساسه. مهم البنات، انا فاش زاد الابن ديالي الصغير كان عنده مشكل ديال الحساسيه في الوجه ديالو. المهم كانت يعني مني بدا كيشرب الحليب بدات كتخرج لي واحد الحساسيه اولا بحال الشامبينيون في وجهه. المهم النهار الاول ما دينا ما جينا ما جبنا، شويه بشويه شويه بشويه بدات كتكاثر لي في وجهه ديك الحساسيه. الشيء اللي خرجنا اننا ديناه هاد البيدياترا ديالو، فقالت لنا انه عنده الحساسيه من الحليب او من اي حاجه مصنوعه من مشتقات الحليب، يعني الفرماج، الحليب، اي حاجه، دانون، اي حاجه اللي فيها الحليب ما يقدرش ياكلها. خاصو ياكل اي حاجه فيها غير مصنوعه بالروز، يعني اي حاجه بالروز يقدر ياكلها. المهم اي حاجه من غير الحليب، المهم حليب بلا حليب. هذه شي حاجه اللي انا ما فهمتهاش في الاول، يعني كيفاش غادي نشريو ليه حليب بلا حليب؟ الحليب اللي ولينا كنشريو ليه من بعد ما خرجت لي هذه الحساسيه حليب بالروز، ما اكلته كامله بالروز، ولكن الحمد لله كان هادشي غير مؤقت، يعني مده واحد ربع شهور تقريبا اولا ست شهور. ومن بعد الحمد لله مني مشيت للمغرب ما بقات فيه حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد. بالنسبه للوجه ديالو، يعني واحد النهاريات تلاقيت مع واحد السيده اللي كنبغي نوجه ليها تحيه من هنا، كنقول لها شكرا 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 اختي سميره. تلاقيت مع واحد السيده مسكينه وشفت الحساسيه في وجه ولدي. هي كما قلت لكم البنات حساسيه شامبينيو، يعني شي حاجه اللي قزيمه ما عرفناهاش حنا بالضبط اشنا هي، يعني بين هي حساسيه قزيمه شامبينيو كل شيء يعني كان ليه في وجهه. الحمد لله تلاقيت مع هاد السيده الله يرحم ليها الوالدين، تلاقيت معها. مهم كنت كنعاود لكم من يديناها الطبيبه. مهم تبعنا ليه الحليب البنات كلشي بالروز، ما هضرت على هاد النقطه. من بعد عطاتني واحد الكريمه الطبيبه، ولكن والو بحال كنكب الماء في الرمله، يعني كندير لي ديك الكريمه غير ما كيتزاد هذاك الشيء. صافي كما قلت لكم تلاقيت مع هاد السيده وهي توريني هاد الكريمه الله يرحم ليها الوالدين. قالت لي شوفي اختي هذه راه الكزيما، الحبوب، الشامبينيون، الحساسيه راها واعره، ويعني ماشي قالتها من راسها اولا شي حاجه. كان عند الابن ديالها نفس المشكل، هي كتعيش هنا معايا في ايطاليا. في هذيك الوقيته طلعت عند لوستها، طلعت عندها لفرنسا، فلوستها قالت ليها والو غادي ندي الدري ندوز ليه. ملي دوزات ليه خرجت ليها خرجت ليه الطبيبه واحد الكريمه، هاد الكريمه السحريه، يعني كريمه اللي انا كنعتبرها شي حاجه واعره ورخيصه البنات، بزاف بزاف بزاف، كدير 16 درهم الكريمه. هي هذه البنات اللي بغيت نشاركها معكم تحت، هي هذه ليو كابريد، هي هذه البنات الكريمه. ها الثمن ديالها، نو ماشي هنا الثمن، فين ديري لا الثمن، والله ما عرفت هادو بلا مشطره جميله. شفتو ها هو ها الثمن، شنو كتبان مقلوب ولا شنو؟ 16 درهم، ما عرفتش واش بان ليكم. المهم الثمن ديالها البنات 16 درهم، يعني لا غلى على مسكين. بالنسبه للناس اللي كيعانيو
من ديك الحساسيه اللي كتبقى الوجه احمر، الحبوب، الاكزيما، الشامبينيون. ننصحكم البنات بهادي، وها عن تجربه وماشي شي حاجه يعني اللي حطيتها غير هكاك. عرفتي من ديك الوقيته البنات اللي استعملتها لولدي الحمد لله ما بقات فيه حتى شي حاجه، بحال كان غير كيكذب. صافي وليت كل عام كنمشي للمغرب كنجيبها. ها هي تاني دابا مشيت للمغرب جبت معايا وحده. المهم خاصها ضروري تبقى عندي في الدار بالنسبه للحبوب الكزيما ولا اي حاجه. المهم بنظم الوقت والزمان هذا ما كتعرفيش فياش تقدري تحتاجيها. المهم جبتها معايا الحمد لله، من اللي درتها لولدي ما بقات فيه حتى شي حاجه الحمد لله. المهم البنات هذه هي الكريمه اللي بغيت نهضر عليها وبغيت نفيدكم بها. ودابا ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الماسك بالنسبه للنساء. بالنسبه للبنات لهاد الكريمه راه يقدروا يديروها الكبار ويديروها حتى الصغار، يعني انا درتها لولدي اللي كان في العمر ديالو يلا شهرين يعني باقي غير صغيور ودرتها ليه الحمد لله ما دارت ليه حتى شي حاجه. ودابا ان شاء الله يلا معايا نشارك معكم واحد الماسك ديال البشره الحساسه. بغاو يستعملوه سواء نساء سواء رجال، الدراري الصغار ننصحكم بهذه. بالنسبه للنساء والرجال اللي كيعانيو من الحساسيه في البشره ديالهم يلا معايا نعطيكم واحد الماسك اللي سهل جدا جدا جدا. غادا ديروه جوج المرات ثلاثه المرات في الاسبوع وما غتبقى فيكم ان شاء الله حتى شي حاجه يلا معايا. المهم البنات رجعت معكم نكملوا الوصفه ان شاء الله. سهله بزاف 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 كما تشوفوا البنات. هنا شنو عندنا؟ عندنا القمح الرطب وما كيسميوه الفينو القمح. المهم هو هذا، ها هو كما تشوفوا. هنا عندنا البنات ثلاثه المعلقات صغيورين ديال القمح، ثلاثه المعلقات هما هادو. درت ثلاثه المعلقات صغيورين وغادي نضيف عليهم الحليب، غنضيف عليهم ثلاثه المعلقات ديال الحليب. صافي البنات وهذه هي الوصفه، يعني سهله بزاف بزاف ما فيها حتى شي حاجه. جوج ثلاثه صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنا ضفت الحليب لخليط القمح. كما قلت لكم البنات القمح الرطب هذا الا كانوا يعني بنات ماشي من دول المغرب، هذا راه الدقيق القمح الرطب. المهم البنات هذا هو الماسك، سهل جدا جدا جدا. هانتوما كتشوفوا انا دابا كنخلط فيه. صافي البنات غادي ندير واحد شويه على يدي وغادي نوريكم الطريقه. هانتوما كتشوفوا هنا شنو كنديروا. كناخذوا شويه من هاد كناخذوا هاد الخليط اللي وريتكم ماشي كنديروه وكنحطوه هكا وكنخليو ماسك، لا كنبقاو نكومانجيو به مزيان بحال هكا البنات بحركات دائريه كيف ما كتشوفوا. كتبقاي تكومانجي به مزيان 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 مزيان. صافي البنات لمده واحد 10 دقائق تقريبا. صافي البنات وكنخليوه من بعد عاد كنخليوه حتى كينشف. صافي وكنغسلو الوجه ديالنا بالماء البارد المده كما عارفين. انا ديما باش نقولش لكم المده على حسب كل بشره كيفاش دايره. كاينه البشره اللي كتكون ناشفه يعني دغيا دغيا كتدير الماسك، وكاينه البشره اللي كتكون يعني عاديه ولا هذا على حسب. المهم البنات صافي كنخليو الماسك ينشف لينا، من بعد كنغسلوه بالماء البارد وكنديروا كريم مرطب. ديما كنقول لكم البنات دائما كريم مرطب للوجه ضروري 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 باش البشره ديالنا ما تنشفش. المهم البنات هاد الوصفه حتى هي راه زوينه فعاله بزاف البنات بالنسبه للبشره الحساسه. كتستعمل ثلاثه المرات او لجوج المرات في الاسبوع فقط لا غير. نتمنى انكم تداوموا عليها واكيد غادي تلقاو المفعول اللي بغيتو. المهم البنات كنقول لكم السلام عليكم.
نتلقى ان شاء الله في فيديو قادم واكيد مع وصفه قادمه تحت الطلب ديالكم. اكيد 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 اللي بغات شي حاجه تخليها ليا لتحت في لي كومونتير. اكيد غادي نحط فيديوهات دائما 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 تحت الطلب ديالكم. ما تنساونيش البنات من جيم، مرحبا بكم والف مرحبا. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو قادم.